اهلا بكم في قناه مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين في فيديو جديد هنتكلم فيه عن توقعات ليلى عبد اللطيف لدوله المغرب كلنا طبعا مهتمين بالتوقعات اللي بتطلع لهذه الدوله لانها الدوله العربيه الوحيده اللي وصلت للدور ال16 وخصوصا بكره في مباراه مهمه جدا بينها وبين اسبانيا نتمنى طبعا الفوز للمنتخب المغربي اللي مشرفنا وان شاء الله تبقى اول دوله عربيه تروح لدور الثمانيه قبل ما نبدأ ونعرف التوقعات ونعرف كل حاجة مع بعض ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وياريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. ليلى عبد اللطيف أصلاً من فترة كبيرة كانت شايفة إن في دولة عربية هتوصل للنصف النهائي. قالت كده بالنص ان دولة عربية وحيدة ستتمكن من الوصول الى نصف نهائي مونديال قطر القائم حاليا يعني هي شايفة دولة واحدة هي اللي هتوصل للنصف النهائي فده يعتبر توقع ليلى عبد اللطيف ان ممكن احتمال كبير لدولة المغرب انها فعلا توصل للنصف النهائي وده يعتبر انجاز تاريخي لكل الدول العربية كمان قالت توقعات اخرى لدولة المغرب من فترة كبيرة عايزين نعمل آه زي تجميع كده لاهل المغرب ماذا قالت ليلى عبد اللطيف؟ ليلى عبد اللطيف في 2019 كانت شايفه في تعاون مصري مغربي وانضمام الدولتين دول لمجلس التعاون الخليجي وده هيؤثر بان هيكون في استثمارات وفي حاجات مهمه جدا هتحصل على الجانبين. آه كمان كانت قايله في 2021 في توقعاتها شايفه ثوره اصلاحات في المغرب بيرافقها تغيير في الحكومة المغربية ودور كبير آه بتملكه المغرب آه في مكافحة الفساد في دور كبير لملك المغرب معذرة في مكافحة الفساد وقالت أسماء مغربية بارزة وراء القضبان وسنشهد توتر في العلاقات بين الجزائر والمغرب وذلك بسبب أزمة طريقة كام في 21 أما عن توقعات المغرب في 22 كانت قايلة أن المغرب هتتعرض إلى هزة أرضية سيشعر بها سكان المغرب وتتسبب في حاله من الهلع والخوف وبعض الاضرار الطفيفه وستمر هذه الهزه بخير وسلام ولا خوف على المغرب من خطر وسيفاجئ العاهل المغربي خلال الفتره القادمه الشعب المغربي بقرارات مهمه هتكون في مصلحه المواطن المغربي وايضا هتساهم تلك الخطوات في زياده الامن والامان وانتعاش الاقتصاد وده هيخلي المغرب بتتقدم بقوه نحو الواجهه السياحيه في العالم وتشهد مواسم سياحيه عامره مع مزيد من الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي دوله المغرب يعني الدوله العربيه الوحيده اللي بتطل على محيط وبحر يعني فيها العديد من المزايا والاماكن الجميله جدا بالسياحة فهي بتقول انه شايفة هيبقى في استغلال واضح لتلك المناطق وده هيرجع بالإيجاب على الاقتصاد كمان قالت سنشهد ملك المغرب بيعطي أراضي للأشخاص اللي هيتجوزوا أو اللي ما عندهمش أراضي كمساعدات من ملك المغرب للشعب المغربي ومساكن شعبية أيضا للشباب وده برضو قالته في 22 وايضا في فيديو اخر من فيديوهات علي قناه اليوتيوب كانت ايله شايفه تغيير كبير هيحصل في الحكومه وهذا التغيير هيحصل وهيجعل حكومه المغرب فاعله وقويه في مجال الامن والعمران والسياحه وسنري في المغرب ثوره سياحيه لم تشهدها من قبل واسعار العقارات في المغرب هتشهد ارتفاع كبير بسبب موقع المغرب المميز خلال المرحله القادمه ولكن للاسف سيشهد المغرب فتره حداد وحزن لحدث ما وغير الحداد او الحزن قالت كمان ان للاسف المغرب سيواجه كارثه فيضانات وسيول جارفه مما سوف يؤدي او يسبب خسائر فادحه علي الممتلكات العامه والناس وأيضا ان مش بس العلاقات المغربيه في توتر مع دوله الجزائر ولكن التوتر أيضا هيكون مع تونس مع بوادر ازمه حاده بين البلدين قد تؤدي لاستنفار عسكري على الحدود مع الجزائر ايضا لانها تكون في صف تونس عم اعتقد وارى الجزائر تتاهب وتستعد بسبب هذا التوتر واعتقد يعني هو مجرد توتر ومش هيحصل اي حاجه لان مهما حصلت خلافات زي ما بيقول كده في مصر عندنا الاخوات مصارين البطن بتتخان يعني احنا اخوات مع بعض حصل حصلت مشاكل او اختلافات ده برضو ما بيخليناش نقول غير ان احنا اخوات مع بعض وبتحصل بيننا مشاكل ده طبيعي ولكن في الاخر مش درجه حروب او مشاكل كبيره يعني آه كمان ليلى عبد اللطيف كانت متوقعه بالنسبه لكاس العالم عامه انه هيكون آه قالت كاس العالم في 22 هيكون الحدث الابرز وسوف يلفت انظار العالم حيث التنظيم والاستعدادات المذهله وستشهد قطر ثورة اقتصادية وإعلامية خلال هذا الحدث من حيث الأمن والأمان وقوة الحضور وسيلمع بقوة اسم أمير قطر تميم بن حمد على الصعيد العالمي بسبب الإنجاز القطر الرائد الذي يجعل من قطر لؤلؤة الشرق ويجذب الزوار من جميع أنحاء العالم وكمان قالت فريق رياضي عربي يشترك في المباريات التي ستقام في قطر وسوف يحتل هذا الفريق او المنتخب الحدث الرياضي ويصبح حديث الناس والاعلام من جراء حدث مهم واعتقد ان ده فعلا هذا الفريق او هذا المنتخب هو المنتخب المغربي اللي قدر يوصل لهذه المرحله ولكن هيبقى انجاز اكبر لو قدر كمان ان شاء الله بان هو يفوز على المنتخب الاسباني او لاروخا الاسباني وبكده هنشوف المغرب في حته ما وصلت اي دوله عربيه بس زي ما انا بقول دعواتكم 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 زائد آه نتمنى ان الفريق المغربي او المنتخب المغربي ما يقلقش من حاجه ويكون واثق من نفسه ومن مجهوداته انتم منتخب رائع آه فيكو كل المميزات والمدرب بتاعكم مدرب كويس جدا ومحترف وقلبه على المغرب من اهل البلد فان شاء الله هنحقق حاجه باذن الله ومش بعيده عن لينا ان احنا نحقق هذا الانجاز نكون بكده يا جماعه نكون خلصنا التوقعات اللي قالتها ليلى عبد اللطيف لدوله المغرب او مملكه المغرب من كذا سنة يعني من أول ألفين وعشرين ألفين وحداشر سوري ألفين واحد وعشرين ألفين اتنين وعشرين وأيضا اتكلمنا عن توقعات قطر وماذا قالت ليلى عبد اللطيف عن المونديال ازاي هيعدي وازاي فريق رياضي هيوصل لحدث مهم جدا وكلمنا عن حاجات كتير جدا آه كل اللي بنتمناه من حبايبنا اللي بيسمعونا دلوقتي ان هم يدعوا للمغرب ويكتبوا ان شاء الله الفوز للمنتخب المغربي ايا إن كان انت آه من انهي دوله عربيه او حتى من الجاليات كلنا يا جماعه يا ريت نكتب كده وان شاء الله ان شاء الله المغرب تفوز و نفرح كلنا بهذا الانجاز شكرا اشوفكم بخير في فيديو جديد ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ويا تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس و بفكركم للمره الاخيره اكتبوا تحت في التعليقات الفوز للمنتخب المغربي ان شاء الله آه باذن الله بكده نكون انتهينا بس عايزه افكركم بحاجه كمان في فيديوهات كتيرة ان شاء الله جايه طبعا انتوا عارفين احنا في شهر 12 في فيديوهات هتنزل عن التوقعات اه لناس تانية كناش تكلمنا عنهم قبل كده عن توقعات 2023 انتظروا تلك الفيديوهات عشان كده اهم حاجة يا ريت يا ريت يا ريت نفعل الجرس عشان توصل لكم الاشعارات ده غير اخر الاخبار اللي حصلة وبيقدمها الاستاذ مازن المصري اطولت عليكم انا عارفة بس كان معكم اختكم مريم